هنتكلم دلوقتي عن طريقه التصرف مبدئيا. بس الحروق الكيميائيه تبقى نتيجه تلامس بماده كيميائيه على سطح البشره او حتى على العينين. الاجراء المتبع فيها ان هي لو بودره بتحاول ان انت تمسحها الاول عن جسمك قبل ما تبدا تستخدم الميه زي ما هنشوف دلوقتي. ولو فرضا الماده الكيميائيه دي دخل في عين من الاثنين بتحاول تغسل العين وتوقع عكس اتجاه الوجه. تاني حاجه الجرح بسبب الكهرباء، لازم الاول قبل ما تعمل اي حاجه تتاكد انك فصلت مصدر الكهرباء اللي عمل المشكله، وغالبا بتلاقي مكان لدخول الكهرباء وخروج، ده في حاله ان هو عمل حروق يعني كانت كهرباء قويه. المفروض ان انت بتعتني بالجرحين مع بعض.